بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. طيب خلصنا شابتر 2 وشابتر 3 وشابتر 4. قلت لكم اهم شيء عندي، اهم شيء راح اضل عند نهايه الماده اللي هو شابتر 4 اللي اخذ معانا تقريبا يعني جهد كبير وفيديوهات كثيره، وشابتر 5 موضوع شابتر 5 يعني جدا 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 مهمات. شابتر 5 محوريات جدا، يعني ممكن يغيبوا عنا شوي بمادة السكند بس بالفاينل برضو موجودات، يعني موضوع ترابطي بشكل بحت. شابتر 5 كثير بسيط، وإذا بتتذكروا شابتر 3 شو كان عنوانه؟ شابتر 3 كان عنوانه الإكوليبريم أوف بارتيكل، صح؟ حكيت لكم حنأخذ الفورس سيستم ريزلت اللي هو المومنت وتوابعه، وحنروح على الإكوليبريم أوف ريجيد بادي، وحنعرف شو الفرق بين شابتر 3 الإكوليبريم أوف بارتيكل وبين شابتر 5 اللي هو الإكوليبريم أوف ريجيد بادي. تمام. هسه حكينا تفكير سريع، الاكوليبريم اوف بارتيكل انا جسم بقدر اعبر عنه بنقطه، هذا بشابتر 3 الحكي، بقدر اعبر عنه النقطه واحسب عليه الاتزان، ما بيهمني ابعاده، يعني جسم ما بيهمني ابعاده، مهمل الابعاد، جسم مهمل الابعاد، هذا بشابتر 3 الاكوليبريم اوف بارتيكل، ها عشان الامور عندكم تكون طيبه. الاكوليبريم اوف بارتيكل جسم مهمل ما بيهمني ابعاده، خلص يعني مثلا حكينا كان عندنا شكل طاير في الجو مربوط بحبل، انا بدي اعرف نقطه اتزانه، باخذ هالنقطه وبدرس عندها نقطه الاتزان، ما بيهمني ابعاد الشكل اللي طاير، ما بيهمني قديش نصف القطر تبعه قديش طوله، جسم مهمل الابعاد، بيهمني اللي بقدر اعبر عنه بنقطه. هذا بالنسبه لشابتر 3. واذا بتتذكروا شو كنا نستخدم، تو اكويشن، مجموع القوه على الاكس ومجموع القوه على الزد، وإذا استخدمنا الـ 3D مجموع القوى على الزد تساوي صفر. هذا هو كل شابتر 3 كان بيحكي. طيب بالنسبة للشابتر 5 عكس، هو جسم بيهمني أبعاده، أنا بيهمني أبعاده، بدي أعرف شو الرياكشن اللي عليه. هسا حنعرف شو يعني الرياكشن، يعني شابتر 5 عكس شابتر 3، جسم بيهمني أبعاده ماشي، وبيهمني التأثير اللي بتصير عليه، لأنه هسا إيش هو الأس، هو يعني أنا إذا بيهمني أبعاده، يعني هاي عندي مثلا على سبيل المثال بيم ماشي، كنا ناخذه في هون شيء اسمه البيم، هسه حاحكي لكم اياهم بالتفصيل، عامل لكم ملخص لهم. في هون رولر حنعرف شو هو ماشي. طيب انا لما يهمني ابعاده، لما يهمني ابعاد هذا البيم ماشي، مجرد ما احكي انه بيهمني ابعاده، هسه قبل هون ما حكيت ما بيهمني ابعاده، بيهمني اعرف نقطه الاتزان صح والاكوليبريم، وانا مجرد ما احكي انه جسم بيهمني ابعاده، لما انه بيهمني ابعاده معناته بيهمني اني اروح اعمل احلل كل الفورس، طبعا انه الاتزان صفر وعلى الزد يساوي صفر. لحد هون بتحكي ما فرق عن شابتر 3، شو اللي بفرق؟ انه بيهمني ابعاده، بما انه بيهمني ابعاده انا بيهمني تاثيره، والتاثير شو هو؟ المومنت. ايوه نركز، بما انه بيهمني ابعاده بيهمني تاثيره، فالمومنت على الاكس ايكوال زيرو، المومنت على الواي ايكوال زيرو، والمومنت على الزد ايكوال زيرو. صار عندي ثلاث معادلات زياده، ليش؟ لانه بيهمني ابعاده. هذا الفرق بين الاكوليبريم اوف بارتيكل والاكوليبريم فريجيد بادي. فريجيد بادي جسم بيهمني ابعاده، يعني خلينا نحكي انه انا بيهمني الرياكشن، حنعرف شو يعني الرياكشن بالتفصيل المومنت. طيب قبل ما نبلش، طبعا هنا في هذا الشابتر في شغلات يعني مش داخله معانا، يعني زي انه مثلا نحسب الرياكشن على 3D ما كانت داخله معانا، بعرفش اذا الدكتور تبعتكم حتدخله بس ما كانت داخله معانا. خلينا نروح مباشره على الملخص اللي انا عامل لكم اياه، يعني بيشمل كل شيء بيهمنا امورنا طيبه. طيب بسم الله، شابتر 5 الريجيد بادي ايكوليبريم، وضلك متذكر لي معلومه مهمه، شو هي المعلومه اللي ما بدك تعرفها؟ بيهمني ابعاده عكس شابتر 3. وجمله حكينا بيهمني ابعاده شو بتفيدني؟ هون بتجيبني على هذا المحور، على ست معادلات هدول، وهدول هم اللي بيفرقوا عندي عن شابتر 3. اوكي يلا بسم الله الرحمن الرحيم بلش. طبعا هذا بدي اياكم تكتبوه الحكي عشان افهمكم اياه بالتفصيل ممل. في شيء انه اسمه، في شيء اسمه عندنا ايش اللي هو الرياكشن، الرياكشن انا بس اقول لك رياكشن، بس اقول لك رياكشن ماشي، او انت مجرد ما بالك يروح لشابتر 5
تعرف انه عندك رياكشن، وهذا الرياكشن بيكون عن طريق يعني عده شغلات احنا داخل معانا. طبعا هو في شغلات ثانيه بس اللي كانوا داخلين معانا هي زي ما انتم شايفين باستعداد الفصل الماضي، اللي هو الرولر والبن البين او الهنج او الفيكست. اوكي امورنا تمام، بنفهم شغلات بهاي، بنفهم امور مهمه جدا، بنفهم امور كثير مهمه. هسه بدك تحط ببالك معلومة مهمة. إيش هي هاي المعلومة المهمة؟ طبعاً هاي للناس اللي بدها تتخيل وبدها تفهم التفاصيل التفاصيل. أما للناس اللي خلاص والله قانون وطبق ويلا هعلمك. أنا بدي إياك تفهم التفاصيل بحيث إنك تكون جاهز، فاهم شو بتسوي أنت، مش إنه والله حلو بس. تمام. بالنسبة للبين، بالنسبة للبين ماشي، هو جسم أو يعني هو رياكشن، خلينا نحكي رياكشن يمنع يمنع الحركة باتجاه الاكس واي ويسمح، ركز بايش؟ بالروتيشن. تحكي لي مش فاهم، بقول لك هفهمك، هفهمك يعني امورك طيب ان شاء الله، تركز معي. البين ماشي هو رياكشن، ماشي رياكشن يمنع الحركة باتجاه الاكس وباتجاه الواي ويسمح بالروتيشن. طبعا الروتيشن انتم فاهمين ايش هو، يسمح بالروتيشن يعني المومنت، هذا الكلام احنا فاهمينه. طيب نفهم شغلة مهمة، بدنا نحط قاعدة جدا مهمة. انا لما احكي لك يمنع الحركة باتجاه الاكس والواي، يمنع الحركة باتجاه الاكس والواي، شو بتفهمني؟ ركز شوي. انا عندي مثلا شاحنة بالطريق على سبيل المثال، ماشي عشان تكون امورك طيب، عندي شاحن مثلا بالطريق، جيت انا بدي ادفشها باتجاه الاكس اكسس والشاحن كانت رافعه الهاند بريك، يعني ثابته بمكانها، اذا رافعه الهاند بريك ما راح نقدر نزيحها، رافعه الهاند بريك. طيب من رافعه الهاند بريك وانا بدي ازيحها باتجاه الاكس اكسس على سبيل المثال سواء الموجب او السالب، ما علينا راح نفهم هذا الموضوع، راح تمنعني من الحركه باتجاه الاكس، يعني الشاحنه ثابته تمام، يعني في فورس. اها بما انه انا منعتني انه ادفشها للاكس اكسس لليمين او لليسار، الشاحنه قاعد بتاثر فورس بتقاومني بحيث اني ما اقدر ادفشها. هذا المقصود انه هو رياكشن يمنع الحركه باتجاه الاكس والواي. بما انه يمنع الحركه باتجاه الاكس والواي يعني عليه فورس على الاكس وفورس على الواي. تمام، مجرد ما احكي لك كلمه يمنع، كلمه منع، معناته هو في عندي فورس. اوكي ويسمح بالروتيشن، شو يعني يسمح بالروتيشن؟ تخيل حالك واحنا صغار مش كنا نمسك العمود ونلف عليه، تتذكروا عمود اللي على الشارع كنا نمسكه ونضل نلف عليه صح؟ نمسك ايدنا على العمود ونضل نلف، هيو سامح لي بالروتيشن. بما انه سامح لي بالروتيشن معناته ما بيأثر علي، ما بيقاومني بمومنت، معناته المومنت يساوي صفر. نرجع للقوانين اللي انا كاتب لك اياهم. البين اللي بدي اياك تفهمه من الموضوع انه عليه قوة باتجاه الواي، نفس ما فهمتك هو بيمنعني اني احرك باتجاه الواي وبيمنعني اني احرك باتجاه الاكس، فبالتالي بدك تكون فاهم انه انت على البين عندك قوة باتجاه الاكس وعندك قوة باتجاه الواي بس لا يوجد مومنت. تمام، هنفهم كيف هسه، يعني انت مجرد ما تشوف بين بالسؤال هتفرض قوة باتجاه الاكس وقوة باتجاه الواي، ما بهمنا اتجاههم، هعلمك كيف تطلعهم. تمام، اي اول واحدة دم نفس الطريقة، لا يوجد مومنت، ليش؟ بسمح لي بالروتيشن، خليك متذكر العمود، تمسك ايدك على العمود تضلك تلف صح؟ لا يوجد يعني يسمح لي اني اعمل روتيشن، بما انه يسمح لي معناته فيش مومنت، بمنعني معناته في قوة. طيب لو حكيت لك يمنع الروتيشن معناته في مومنت، فانا بدي اياك تفهم لي بس جملتين، يمنع، بدك تفهم لي انه يمنع، خلاص هي هون يمنع ويسمح. يمنع معناته في عندي قوة او في عندي مومنت، يسمح معناته فيش عندي قوة فيش عندي مومنت. يلا على الجزء اللي بعده افهمك موضوعه. الجزء اللي بعده ايش كان عندنا؟ الرولر صح؟ تمام، الرولر كالتالي. الرولر شكله يعني هذا، افرجيك زي كيف. هسه حنشوف أمثلة برضو. هاي الرولر زي الدائرة ماشي، يعني زي الدائرة، البين زي المثلث. طيب الرولر ركز، يسمح بالحركة باتجاه
الإكس ويمنع الحركة باتجاه واي ويسمح الروتيشن. يلا بدي حدا يحكي لي شو، او يعني بتمنى انك تكون حاكي او انك فاهم شو بتسوي. شو يعني يسمح بالحركة باتجاه الاكس؟ حكيت لك اياها هسا. يسمح بالحركة باتجاه الاكس يعني لا يوجد قوة باتجاه الاكس، يعني اف الاكس تساوي زيرو، فيش عندي قوة. طيب شو يعني يمنع الحركة باتجاه الواي؟ يعني هو بمانعني اني ازيحه لفوق او ازيحه لتحت، فهو ايش؟ في عندك قوة على الواي، والقوة اللي على الواي هاي، ركز لي على هالجملة جدا مهمة، عمودية عليه، مش لفوق وتحت، عمودية، عمودية، حنشوف كيف. خلاص سيف تمام، عمودية عليه. طيب يسمح بالروتيشن يعني زي ما حكيتك، طريق متذكر مثال العمود، انت ماشي وبتلف براحتك، سامح لك انك تعمل روتيشن، سامح لك انك تعمل دوران، فمعناته المومنت يساوي صفر. يعني الخلاصة نرجع للمخطط تبعنا اللي فوق، شو بيفهمك هذا المخطط؟ الرولر بس تشوف رولر او تميز انه هذا رولر بالامتحان بتطبق عليه قوة باتجاه الواي. هسا انا كان بامكاني اقول لك انه والله خلاص احفظها زي هيك، بس لا انا فهمتك كيف اجت وايش يعني يمنع ايش يعني يسمح. يلا نروح على اللي بعده، الفيكست حياته سهلة، الفيكست يمنع الروتيشن، يعني في مومنت، المومنت موجود، يعني هو يؤثر عليه مومنت، ماشي، في مومنت عندي، حلو. وإيش كمان عندك؟ يمنع الحركة X و Y، يعني في عندي F على X وفي عندي F على Y، ممتاز. يعني مجرد ما تفهم انه السؤال فيه فيكست، ماشي، مباشرة بتحط قوة على الواي وقوة على الاكس وبتطبق مومنت. تفرض انت من عندك سواء عقرب ساعة او عقرب ساعة، حعلمك الفرض وتفهم يعني كل تمام ان شاء الله انك حتدري. مجرد ما تعرف انه في رياكشن او ريجيد بادي، بتحط ببالك عندك 6 معادلات لك الخيار تستخدمهم، مجموع القوة على الاكس، مجموع القوة على الواي، مجموع القوة على الزد، مجموع المومنت على الاكس، مجموع المومنت على الواي، مجموع المومنت على الزد. وغالبا حكيت لك هذا الموضوع بال3D احنا ما اخذنا، بس انا ضروري احكي لك القوانين، ماشي. كل المواضيع هسه حتشوفها على 2D، على 3D حنعمل على النسكه، ممتاز. طيب بدي افرجيك شغله، طبعا هاي الحكي اللي حكيته انا، هاي اشكال اللي يعني بدها خدهم سكرين. شوف الرولر كيف، الرولر شو حكينا وضعه، الرولر ايش حكينا؟ يتعرض لقوه عموديه. ايش قلت لك؟ وين الرولر؟ هيو الرولر، فيش قوه باتجاه الاكس ولا مومنت، في عندي اف واي بس هي ايش؟ عمودية عليه. يعني هاي عندي رولر، القوة راح تكون عمودية، هايها عمودية على الجسم، مش تروح تحط ليها هيك، لا عمودية، ماشي. يلا عندك السموث او البين اللي هو نفسه، يعني السموث او البين او الهنج، شو حكينا؟ يمنع الروتيشن فيش مومنت، يسمح الروتيشن فيش مومنت، يمنع الحركة باتجاهين اكس واي، هاي قوة على الاكس قوة على الواي، منع يعني في قوة، فيش منع فيش قوة. الفيكست يمنعني بالاتجاه بثلاث اتجاهات على الاكس وعلى الواي، يمنع بالروتيشن، هاي قوة على الاكس قوة على الواي، وفي عندك مومنت، تمام. امورك ممتازة لحد هسه، هاي للي بده ياخذها سكرين ويكتبها، يعني هذا لازم يكون مطبوع بمخك، يكون مطبوع بمخك، هاي مخك او مخك يعني مش فاهم. اوكي طيب عشان تشوفها توضح المثال، هاي امثله من الحياه العمليه. شوف الرولر كيف، الرولر حكينا بس قوه عموديه، بس قوه عموديه عليه، ماشي. انا صدقه مش عارف شو هذا الشكل عشان ما قلتهاش، بس انه قوه عموديه. هاي السموث اللي هو البين، شايفين هذا الشكل هو زي بيقولوا انه فصاله سمونه هون، وبرغي من الجهه الثانيه مثبته، وبتحرك كيف بتحرك اما لهون او لهون. هذا الحكي ايش اسمه؟
روتيشن، يعني انا هاي لو كملتها للدائره روتيشن، يعني بيسمح لي بالروتيشن. وحكينا البين يسمح بالروتيشن صح، يعني فيش مومنت، فهنا المومنت يساوي صفر. شفتوا كيف بالفهم؟ هل انت بتقدر انك تيجي تزيحه لهون او تزيحه لفوق؟ والله لو انك ايش ما انت قوي مستحيل، فبيمنعك بالحركه على الاكس وبيمنعك بالحركه على الواي. فبالتالي في عندك اف واي، في عندك اف واي، وفي عندك اف اكس. تمام، بالنسبه للفيكس هذا الضواو المثبته بالشارع، الضواو المثبته بالشارع، هل انت تقدر تحركها؟ يعني مش تتحرك ولا باي اتجاه، في عندك تمنعك كل شيء، افعل اكس افعل واي مومنت. تمام، انا هات فهمتك من وين اجو، يعني شويه اطول بحيث انك تفهم، بس انت بهمك الكلام اللي كتبته بالحل، وهي الشغلات اللي حكيت لك اياها. طبعا بدك تكون فاهم كمان انه هاي الشغلات تثبت عن طريق كابل، وهي الرولر حكيت لك اياها، امورك طيبه. طبعا بال 3 دي مذكوره بالسلايدات، بس صدقا ما حكينا عنها. ممتاز، تدقوا نوت شابتر خلاص، خلص بس بدك تفهم هاي الشغلات انت. ممتاز، يلا تعال افرجيك اول سؤال، هذا موجود في الكتاب برضو السؤال. هاي هذا الحكي طبعا كله حكيناه هيو عشان تشوف الموضوع، كله حكيناه، يعني انا عملت لك ملخص تريح حالك فيه. خلص هاي اول مثال بالكتاب، يلا طبعا بحس في مساحه اكثر المره هاي. ايش بيحكي لي؟ draw the three body diagram of the uniform beam shown. تمام، the beam has mass 100 كيلوغرام. طبعا هذا مش سؤال انه والله حل واو، لا هذا السؤال بس انا بدي افهمك كيف تميز هذا اللي عندك بين، هذا اللي عندك فيكس، هذا اللي عندك اللهم صل على محمد رولر. بدنا نشوف شوي شوي، ركز معي. الشكل هذا اللي قلت لك عليه ايش هو؟ هذا فيكس. نرجع للمخطط تبعنا، ها الفيكس شو وضعه؟ كيف رسمته؟ فيكس هاي مباشرة، شفت فيكس بالسؤال؟ تمام، مباشرة طبق شو راح يكون عليه. حكينا الفيكست عليه قوة على الاكس AX، عليه قوة على الواي AY، وبيعمل لك مومنت A. تحكي لي طيب سوري بدي اسألك سؤال، انت ليش حطيت الاكس لليمين؟ ليش الواي لفوق؟ ليش المومنت عكس عقارب الساعة؟ بقول لك انت حر بحياتك هون، انت حر. ليش انا حر؟ لانه احنا حنعمل هسه حسبة ونحسب، ببين لي في شيء راح يبين لي اذا هل فرضي صح ولا فرضي لازم اعكسه غلط، يعني هذا مجرد فرضيات بس. يلا خطوات الحل انا لازم اكتب لك اياهم هون لهذا الشابتر، ها شابتر 5 خطوات الحل. يلا بسم الله، اول خطوه طبق رياكشن سواء فيكست او بين او رولر، حكيناهم هسه طبقهم، مجرد ما تشوفهم طبق اجعلهم فورس مومنت بعدهم مش مومنت الى اخره. خطوه رقم اثنين ارسم الفري بادي دايجرام، بحيث انك تخلص من الاشكال اللي عندك، انك تبسط السؤال تخليه على شكل زي هيك حلو، وتطبق عليه الفورس، عليه فورس هيك، عليه فورس هيك، عليه مومنت، بصير اسهل عليك، مزبوط؟ حلو. خطوة رقم 3 طبق معادلات الاتزان 6. طبعا احنا سميناهم 6 بس فعليا حنستخدم قديش؟ مجموع القوة على الاكس، مجموع القوة على الواي، مجموع المومنت، لانه بس نسخن 3 معادلات، بس الاتزان 6 انهم هيك قانونهم. اذا الدكتور شرحت لكم ال 3 دي ما عندي مشكلة، بلكي شرحت لكم اياه بس صدقا ما انشرح، يعني ما كان معنا. حلو، خطوة رقم 4 بعد ما طبقت المعادلات 6 ايجاد المجاهيل وتأكد من الفرض. كيف تتأكد من الفرض؟ تعال افرجيك كيف بدك تتأكد من الفرض تبعك. الله اكبر الله اكبر. عشان تتأكد من الفرض ماشي، نفرض انه طلعت اف الاكس اللي انت فرضتها باي رياكشن طلعت معك 100. ايش بضل يعمل المثلثات لحاله؟ انا بدي افهم، مش فاهم. ماشي ما علينا، اف اكس طلعت معك 100 وانت كنت فرضها بهالاتجاه،
جوابك ايش طلع؟ جوابك طلع موجب، جوابك طلع لازم اخلص هذا الموضوع. هاي هيك خلص تمام ماشي. جوابك ايش طلع؟ 100، يعني فرضك صح. طيب عشان تتأكد من الفرض، يعني فرضك صح. طيب انت فرضتها زي هيك اف اكس، طلعت عندك سالب 50 مثلا، هل انه حلك غلط؟ لا حلك مش غلط، فرضك غلط. كل ما عليك تشيل الإشارة السالبة، كل ما عليك تشطب الإشارة السالبة وتروح تشطب هاي على الشكل تعكسها الاتجاه المعاكس. صعبة؟ والله ما هي صعبة. أو تشطب الإشارة السالبة وتحطها في الجواب إنها هيك بدون ما تعدلها على الشكل، براحتك. نفس الكلام المومنت. الله أكبر الله أكبر، هسه قدم. طيب لو حطيناها زي هيك، هذا كيف؟ مع عقارب الساعة والعكس عقارب الساعة، عكس عقارب الساعة. لو طلع معك موجب فرضك صح، لو أنت فرضته هيك طلع معك سالب فرضك غلط، بتروح تعكس الفرض بس، يعني حلك صح رقمك صح. حلو، برضو هذا الكلام اكتب لي اياه رح يريحك كثير. هاي خطوات الحل، بروسيجر حنمشي عليها. يلا نروح نرجع لمثالنا. بسم الله، انا عرفت انه فيكست. الفيكست شو بيطبق عليه؟ قوة على الاكس، قوة على الواي، ومومنت في الاتجاه اللي بدك اياه. انت افرض في الاتجاه اللي بيريحك، اللي بيريحك. يلا خلصنا الخطوة رقم واحد صح؟ ارسم الفري بالدايجرام. خطوة رقم اثنين، ارسم الفري بالدايجرام. بقول لك يلا عندك بيم، طبق لي شو عليه قوة؟ عليه 1200 هون. البعد هذا بهمني، ها عشان هيك بقول لكم البعد بهمني، عشان اعرف احسب المومنت. قبل كنا نحسب الاكوليبريم كيف؟ ما بيهمني البعد، مجموع القوى على الاكس مجموع القوى على الواي، الابعاد ما بتهمني ولا كنت اطلع عليها، صح ولا لا؟ حتى بال 3 دي وال 2 دي. هون لا، بيهمني البعد عشان احسب المومنت. ريجيد بادي بيهمني الابعاد، وبيهمني الابعاد يعني في عندي رياكشن. يلا شو كمان عندي؟ عندي كمان ايش؟ الرياكشن اللي انا طبقته في عندي اي اكس. طبعا ليش سميتها اكس؟ لانه عندي النقطه اي، يعني عادي بدك تسميها احمد اكس براحتك، ايش ما بدك تسميها سميها. في عندك اي واي، وفي عندك مومنت النقطة. خلصنا الخطوة هاي، دان. شو ضل عليك؟ طبق المعادلات. يلا شو في عندك معادلات؟ انت فاهم ريجيد بادي. ليش ريجيد بادي؟ لانه عندك انت فيكس، مجرد ما شفت فيكس بيم الى اخره بتعرف انه عندك ريجيد بادي. يلا مجموع القوى على الاكس تساوي زيرو. ليش زيرو؟ نحن بنحكي اكوليبريم. شو في عندك قوى على الاكس؟ ما في عندك غير الاي اكس صح؟ فالاي اكس تساوي زيرو. شايفين خلصناها، يعني ما راح تعمل شيء. اكس تساوي زيرو. اوكي، مجموع القوى على الواي ايكوال زيرو. طبعا ودائما بين للدكتور انت شو الفرض اللي بتفرضه. دائما مجموع القوى على الاكس اعمل له هيك حط موجب، اعمل له هيك حط موجب، انه لازم لليمين موجب للفوق موجب. كيف المومنت بنفرض؟ نفس الفرض عادي، هذا الكلام سهل. على الواي شو في عندك؟ في عندك ماينس 1200 مزبوط. حلو، اللهم صل على حبيب الله محمد. ماينس 1200 شو ضل عندنا؟ في عندك اي واي زائد اي واي، ضل عندك شيء يساوي صفر. معادله بمجهول بقدر احلها، يعني الاي واي تساوي 1200. ايه طلعت معي موجبه، طلعت معي موجبه. ارجع شو حكيت لك؟ حكيت لك يا طلعت معك موجبه فرضك صح، طلعت معك سالبه عكس الفرض. هون طلعت معي موجبه فاتجاهها لفوق اموري طيبه، وطلعت معي سالبة بشطب السالب وبعكس الاتجاه. صلى الله وبارك. شو ضل عندك هسه؟ تحسب المومنت المجهول. يلا ايش تعمل؟ سميشن للمومنت عند النقطة A equal zero. حلو لهون، ممتاز. يلا شو في عندك مومنت؟ اول اشي حط المومنت الجاهز، يعني هذا يعتبر مومنت جاهز. مومنت جاهز، المومنت الجاهز انت كيف فرضته؟ عكس عقارب الساعة. فمومنت ستار عند النقطة A، انه هو هذا المومنت اللي انا بطلعه، المومنت اللي اثر اللي هو اللي عملته الفيكس تبعت الرياكشن. اوكي، لانه بتمنعني من الدوران، ففي عندي مومنت عند هاي النقطة. اوكي يلا شو كمان بيعمل لي مومنت؟ في عندك طبعا ال اي واي والاي اكس ما بيعملوا لي مومنت. ليش؟ لانه بدرس عند النقطة هاي فهم بضربوا فيها، شو ما بيعملوا لي مومنت. شو عندي بيعمل لي مومنت؟ 1200 ممتاز. صحيح، كله تراكم، كله تراكمي. 1200 عكس عقارب الساعة، مع عقارب الساعة ماينس 1200 في المسافة العمودية اللي هي قديش؟ 2 ايكوال قديش؟
equal 0. يلا هذا الحد جيبوا على الجهة الثانية 1200 في 2 2400. المومنت عندي الال ستار انا حطيته 2400 وطلع جوابي موجب. بما انه طلع جوابي موجب معناته كاونتر كلوك وايز يعني فرضي صح. شفت الصعوبة؟ كثير صعب صح؟ كثير صعب. طبعا ايش تحكي لها 9.81 انسى شوي. هنا كان بس بعلمك انه كان في لها وزن 100 بس هذا عشان افهمك انا بس ايش اللي هو كيف الفكس بيأثر. اوكي اوكي يعني هون حتى ما في حل بس بعلمك ايش انا حللت لك اياه. هون ما في حل بس بعلمك كيف تطبق الرياكشن هي اكس هو فرضها لهناك. لو تيجي تحل على فرضه هتطلع معك الاي اكس صفر ما راح تفرق. الاي واي فرضها لفوق يعني فرضنا صح احنا فرضنا لفوق والمومنت عكس عقارب الساعه ومره طيبه ماشي. اللي بيرجع يحل ويضيف 9.81 لما اخذنا مجموع القوى على الواي امره عادي برضه تمام. هذا الحكي كله ما مرينا عليه يعني هو كان بموضوع ال 3D وكذا فاحنا ما مرينا عليه مباشرة. هاي المعادلات اللي حكيت لكم عليكم التطبيق كتبت لكم اياهم بالبروسيجر الحالي. يعني هون انا اختصرت عليك بدل ما انت تشوف الكتاب وكذا اختصرت عليك بصفحه واحده كل افكار الشابتر بروسيجر حل. هاي كوبريم اوف بارتيكل مجموع القوى على الاكس مجموع القوى على الواي في عندك مجموع المومنت. هذا الشابتر 5 هيك انت ادرس. شابتر 3 مجموع القوى على الاكس مجموع القوى على الواي صلى الله بارك تمام. يلا اول سؤال سؤال جد يعني هذا موجود في السلايدات خلينا ناخذ مساحه ونحله. هذا السؤال حليناه هاي نفسه 600 ايوه اوكي يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اول خطوه قال السؤال ورتب لي امورك. يلا شو بيحكي لي السؤال كالتالي determine the horizontal vertical and moment reaction. او مجرد ما تشوف كلمه reaction يا صاحبي شو بتفكر خلاص شابتر 5 بلاش ما حكى لك اياها. طبعا هون الصوره مش واضحه شوي هسه نرجع على الكتاب بتبين عندك انه في عندك سبورت رياكشن ايوه هسه تذكرت اسمهم ها عشان اكتب لك اياهم انا قلت لك عنهم رياكشن صح سبورت هذول اسمهم البين والهنج والرولر اسمهم سبورت رياكشن. مجرد ما تشوفهم بالسؤال تعرف انه عندك انت بشابتر 5 يلا components on the beam shown below مباشرة خطوات الحل بروسيجر الحل الوحدة. أول خطوة نرجع للكتاب عشان أفرجيك نفس المبدأ مش واضحات معلش. طبعا لا بالامتحان تكون واضحات وإذا مش واضحات بيخبركم الدكتور هذا إيش اسمه هذا إيش اسمه ماشي. هذا beam هيو ماشي هذا beam وهذا رولر هاي على شكل دائرة زي هيك هيك بيجي هذا رولر. اوكي يلا خطوات الحل قلت لك اياها. اول شيء طبق الرياكشن اللي انت عارفه. البين شو حكيت لك عليها 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 كالتالي قوة عمودية عليها بي واي وقوة باتجاه الاكس بي اكس يا سلام عليك. الرولر قوة عمودية عليها اي واي. ما الاشي اطبقه لا تعال ارسم الثري بالديجرام. طبعا اللي ما بده يرسم الثري بالديجرام براحته عادي اسهل صراحه. انا ما كنت ارسم الثري بالديجرام بس هسه عشان افهمك كل شيء بالتفصيل انا كنت مباشره اخذ وبلش احل الثري بالديجرام. حلو شو ها طيب هاي الثري بالديجرام ماشي ثري بالديجرام. حلو شو في عندي هاي النقطه النقطه ايش شو عندها عليها يا سيدي العزيز اي واي بس اي اي واي. اوكي انا بدي اطلعهم يعني كل الهدف اني اطلع الرياكشن اطلع المجاهيل. مش عندي المجاهيل عندي ثلاث مجاهيل وعندي ثلاث معادلات مجموع القوى على الاكس مجموع القوى على الواي مجموع المومنت عند نقطه معينه. هاي ثلاث معادلات ثلاث مجاهيل شفتوا هبل يعني لهذا الشابتر كثير. النقطه بي عندك عندك بي اكس بي واي. يلا فضل عندك عندك برضو عند النقطة بي في عندك فورس بمقدار 200 اوكي وفي عندك هون عند النقطة دي في عندك فورس بمقدار 100. طبعا المسافات مش راح احطهم خلاص من الشكل لانه رسمتي طالعة رحلة يعني انتوا عارفين معلش. وفي عندي كمان فورس بهالشكل مقدارها 600 نيوتن وتبعد بزاوية 45 درجة. ضل اشي ما ضلش اشي يلا
خلصنا الخطوات، رسمت فيه بدا جرام، طبق المعادلات، مجموع القوى على الاكس يساوي صفر. بسم الله، على الاكس شو في عندي؟ في عندي بي اكس، بس انا اتجاه بالاتجاه السالب، ماينس بي اكس. وايش كمان عندي؟ عندي هذه تتحلل، تتحلل هيك، هتتحلل هيك، ماشي؟ راح تكون زائد 600 كوساين 45، مظبوط؟ مظبوط، تمام. ضل عندي اشي على الاكس ما ضلش، يساوي صفر. معادلة كم مجهول؟ معادلة مجهول واحد، تعال نحلها، فيش غير مجهول واحد عندي، عندك ماينس اكس زائد بهيك تشابتر. اسألك بالله لا تستخدم ايدك بالحل، معك آلي حاسبة وبتحلل لك معادلات، معادلتين مجهولين وثلاث مجاهيل، حل براحتك، هم أكثر اش ثلاث مجاهيل، فأسألك بالله لا تحل بإيدك وتضيع حالك سؤال عشان إشارة. أسألك بالله، ماينس إكس زائد 600 في كوساين 45 سكر قوس ألفا يساوي صفر، شيفت سولف يساوي، هتطلع معك البي إكس كم قيمتها؟ البي إكس طلعت عندي اللهم صل على سيدنا محمد 424.2، 424.2، تمام. هذه بالنسبة للبي اكس. الجواب شو طلع؟ الجواب طلع موجب، يعني فرضي صح. طيب هسه صحيح انها هي بالاتجاه السالب، صحيح انها لهون، صحيح انها لهون، بس طلعت معي موجبة. بس هسه لما اجي احل، ما انا اصلا بعوض الاتجاه سالب 424.2، فبما انها طلعت معي موجبه خلص. اما لو طلع معي الجواب سالب، بعرف انه فرضي غلط، فكل ما علي اروح اشيل الاشاره السالبه واعكس الفرض للجهه الثانيه. اوكي يلا، شو ضل عندي؟ اشوف طلع معانا صح، بي واي بي اكس طلعت معانا 424.2 صح. اوكي يلا، هسه عندنا ايش؟ مجموع القوى على الواي يساوي صفر. شو في عندك على الواي؟ في عندك اول شيء الاي واي، هيها الرياكشن اللي احنا حطيناه A Y، وفي عندك ماينس 600 في ساين 45 مظبوط؟ اوكي، في عندك ماينس 100 وفي عندك ماينس 200 وفي عندك زائد بي واي، زائد بي واي تساوي صفر. عندك شو هس هون؟ عندك معادلة، معادلة في كم مجهول؟ مجهول مجهولين. معادلة في مجهول واحد مستحيل تنحل، بدك معادلة ثالثة. شو هي المعادلة الثالثة؟ وهون أجد الريجيد بادي، وعشان هيك بهمني أبعاده، وعشان هيك بهمني الرياكشن، عشان أطلع الرياكشن راح أستعين في المومنت اللي هي المعادلة الثالثة. المومنت عند أي نقطة بدكم إياها، اختار النقطة اللي بدك إياها، بس الأفضل واللي بيحب يكون سريع بالحل اختار النقطة B. ليش اخترت النقطة B يا زلمة؟ ما هي النقطة A أسهل. بقول لك مش أسهل، كله حيعطيك نفس الجواب، جربهم. أنا ليش اخترت النقطة B؟ لأنه عليها ثلاثة فورس ضارب فيها، فما بضطر أحسب المومنت اللي بيعملوه، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ يعني لما أحسب المومنت عند النقطة B، الميتين ضربة فيها، والبي واي ضربة فيها، والبي إكس ضربة فيها، وإحنا متفقين أي فورس تضرب بالنقطة اللي بحسب عندها أو موازية إلها ما بتعمل لي مومنت، فهاي بتعمل ليش مومنت، هاي بتعمل ليش مومنت، هاي بتعمل ليش مومنت، مش أسهل علي؟ أما لو رحت استخدمت النقطة A، واحدة اللي رح تشغل بس لا، أنا بدي أشغل مخي أكون سريع بالحل. أيوة يلا نبلش في 200 نيوتن، ماشي كيف؟ عكس عقارب الساعة. فيلا 100 في المسافة العمودية قديش؟ 2، ممتاز. شو ضل عندك؟ ضل عندك يا سيدي عزيزي احنا حللناهم هدول صح؟ حللنا هذا على البيم وحللنا تحت، هاي ما بتروح صفر. ليش ما بتروح صفر؟ لانه معطيني بعد هون، لو مش معطيني بعد ما بتعمل لي مومنت، بس هون معطيني بعد انه الثيكنس اللي هو البعد او الخمل تبعها 0.2، لو مش معطيني 0.2 بعرف انه هاي ما بتعمل لي مومنت، بس هون بتعمل لي مومنت، دير بالك على هاي النقطة. يلا هاي شو طلعت عندك؟ اللهم صل على سيدنا محمد، وبتلف كيف؟ عكس عقارب الساعة هيك، عكس مع عقارب الساعة، عكس عقارب الساعة، مع عقارب الساعة عندك ماينس اللي هي 600 في كوساين 45 0.2، عادي نحسب المومنت زي ما تعودنا يا جماعة 0.2، وفي عندك كمان اللي هي هاي اللي هي كيف ماشية؟ عكس عقارب الساعة، في عندك زائد
600 في كوساين 45 في المسافة العمودية. نرجع نشوفها اللي هي هايها، في عندك 3 زائد 2 5. خمسة. شو ضل عنا؟ ضل عنا الاي واي. الاي واي كيف ماشية؟ عكس مع عقار الساعة، ماينس اي واي. شو المسافة العمودية؟ 2 زائد 3 5 زائد 2 7. نتأكد كلهم حطناهم، هذول بروحوا ال 100 اشتغلناها، الفورس حللناها واشتغلناها، يعني في عندك 2 3 هاي 3 حدود، وفي عندك ال 104 1 2 3 اوكي يساوي صفر. معادلة في كم مجهول؟ معادلة في مجهول واحد. معادلة في مجهول واحد. خلص عارفين مش فيش داعي نروح نحل على الحاسب، نكسب وقتنا. تطلع معنا الاي واي، خلينا نشوفها من الكتاب. الاي واي بتطلع 319، هي نفس اللي اشتغلنا شايفين. 100 في 2 600 في صار 45 في 5 ناقص 2 صار 45 بقبل 2 اي واي في 7. نفس الحكي اللي اشتغلناه بالضبط. طيب 319 الاي واي هتطلع شو؟ 319. طيب برجع بعوض في المعادلة تبعت الواي، يعني باجي بحكي لك كالتالي، باجي بحكي لك summation للواي equal zero. في عندك الاي واي انا طلعتها 319، وانت بينه طلع معاي الجواب موجب، لو طلع معاي الجواب موجب فرضي صح، خلص اموري طيبة شغلي صح. 319 ناقص 600 في ساين 40 45 ناقص 100 ناقص 200 زائد ايش؟ البي واي تساوي صفر. معادله في كم مجهول؟ معادله في مجهول واحد. يلا بحلها بتطلع معاي البي واي، خلينا نشوف الجواب سريعا لانه خلص يعني حل على حسب عليكم 405. طلع معاي موجب يعني فرضي صح. كيف بدك تتاكد من حلك انه حلك صحيح؟ احنا بنشتغل اكوليبريم، يعني مجموع القوى على الاكس صفر، مجموع القوى على الواي صفر، صح؟ هذا هو الاصل عندنا، تعال افرجيك هالشغله. طيب هسه احنا حسبنا كل شيء صح؟ حسبنا كل شيء. تعال بدي امسح لك الشكل وافرجيك شغله بسيطه تتاكد من حلك. هون شو حكينا عندنا؟ عندنا بي واي، عندنا بي اكس، عندنا اي واي، مضبوط؟ طيب مجموع القوى على الاكس، شو عندي على الاكس انا؟ عندي على الاكس بس البي اكس صح؟ وعندي هاي، هاي عملنا المعادله صفر صفر، يعني بجمعهم مع بعض يطلع معي صفر، لازم يطلع معك صفر. يعني كانك انت لو ترجع تشيك بالنظر بدل المعادلات، هسه انت حليت امورك طيبه، ترجع تشيك بالنظر اذا بدك، اذا مخربط الاشاره، فهيك بقول لك اسالك بالله لا تحل معادلات في ايدك، معك آلي حاسب حل عليها. نروح على السؤال اللي بعده، برضه سؤال كتاب هي. هذا السؤال ما مر علينا صراحة، يعني هيك قصص. زنبرك وحركة دورانية ما مر علينا. يلا، نروح على السؤال اللي بعده. بسم الله. هايو شو بيحكي لي السؤال؟ هاي هون حله اللي هو 5.7. كم لنا احنا بنصور؟ 38 دقيقة. ممتاز ممتاز ممتاز. يلا السؤال كالتالي، نقرأ شو بيحكي لي السؤال. وهون فيه فكرة دمجت لك، او يعني السؤال دامج انه ايش؟ في عندك ديستريبيوتد لود، اللي مش دارس الديستريبيوتد لود حيضيع في الامتحان. ليش؟ لازم تكون انت رابط الامور ببعض، عارف كيف تطلع الاف ار لهاي. فبالله عليك تركز معي، واذا مش حاضر ديستريبيوتد لود عملت لك جزئين، جزء شرح وجزء حل بروبلم فجرناه. فبدك تكون دارس لي اياه وامورك تكون طيب. اوكي. يلا شو عندك هون؟ ذا ممبر بلو از بين، حكى لك انه في عندك بين، ولو ما حكى لك بحكي لك بديش جميلته، حنعرف لحالنا كيف. connect at A، يعني في عندك بين متصل في النقطة A، هيو طبعا النقطة البين حكيت لك مثلث وبكون زي هيك صح؟ فهيو يعني لو مش حكي لك انه بين انت عارف لحالك يا معلم صح ولا لا؟ امورك طيبة. متصل في النقطة A تمام. and rest يعني انه موصول في الارض، حلو. smooth، السموث وين السموث؟ هاي نكمل. بحكي لك smooth support at النقطة B، يعني واصل لي smooth واصل في النقطة B. السموث نفسه نفس الرولر. ها ارجع اقول لك اياها فوق.
عشان انت تكون امورك طيبة. طيب يا جماعة معلش، في قطع التزيين احنا انتبهت له. لا طيب، احنا عند هذا السؤال شو كنت احكي؟ قرأنا السؤال وحكينا انه في عندي بين عند نقطة A موصول في الارض، ماشي، نفس ما حكيت لكم انه هاي مثلث موصول في الارض، واضح انه بين حتى لو ما حكى لي. تمام، شو كمان عندي؟ بيحكي لي اسموثها، اسموث سبورت ات بوينت بي. تحكي طب انت ما حكيت لي شيء عن السموث، شو السموث؟ السموث هو نفسه الرولر. الرولر شو كان؟ له قوة عمودية عليه، عمودية عليه، صح؟ سموث نفس المبدأ. اوكي يلا، بحكي لي ديترماين ذا هوريزونتال اند فيرتيكال كومبوننتس رياكشن. الرياكشن ايش هو؟ اللي احنا ننطبقه على او نوجده على السموث وعلى البي. وبالله عليك تكون فاهم ودارس كويس الديستريبيوتد لود، لانه هي جمع لك فكرتين بفكره. واذا مش عارف كيف تطلع اف ار ديستريبيوتد لود، ارجع للفيديوهين اللي قبل. عملنا فيديوهين، فيديو شرحناه وحلينا اسئله وفيديو حلينا البروبلم، يعني فصلناه تفصيل. واي شيء اسالني، حاول يعني تكون فاهم كيف ديستريبيوتد لود، لازم يشوف سؤال مركب زي هيك لازم. ماشي، بسم الله. يلا حكينا سموث هو نفس الرولر. يلا نطبق اول شيء اللي عندنا، نطبق الرياكشن اللي عندنا. اول خطوه نطبق الرياكشن، وين البين؟ هيو البين شو بيكون عليه؟ البين احنا متفقين عليه قوه على اكس وقوه على الواي، بده يكون عليه قوه على اكس وقوه على الواي. فهي قوه على الواي اي واي وقوه على الاكس، هاي فرضناها، بدي افرضها انا بالاتجاه المعاكس عشان افرجيكم اذا طلع سالب كيف. واي فرضناها هيك اي اكس. اوكي، شو عندي كمان؟ عندي السموث. السموث هو نفس الرولر، عموديه عليه القوه، عمودية عليه، هيها هاي عمودية عليه، هاي البي واي. يا سلام، ما احنا حياتنا امورنا ممتازة. تمام، اللهم صل على سيدنا محمد. يلا هسا بعدين نرسم الفليب دايجرام. هاي رسم لنا اياه هون هو، بس قبل الفليب دايجرام يعني اعتبر انك رسمته، خلاص اعتبر انك رسمته. خلينا نبلش. في عندي مجموع القوى على الاكس ايكوال زيرو. شو في عندي قوى على الاكس؟ تعال احكي لك شو في عندي قوى على الاكس. هاي والله بتعمل لي اف ار، يعني قوه بس على الواي، انساها. على الاكس في عندي الاكس بس ماينس اكس، انا باتجاه اليسار احنا فرضناها، نشوف فرضنا صح ولا غلط. خلاص، لا مش خلاص، شو في عندك كمان؟ في عندك البي واي بدها تحليل. بدها تحليل، كيف بدك تحللها؟ تعال افرجيك، مدي لي اياها خط لهون هيك. هاي وبدك تنتبه انه يعطيك زاويه 30 درجه. في انه يعطيك زاويه 30 درجه، يعطيك زاويه 30 درجه. طيب هسه يعني انا شوف كيف هاي الفورس، صح؟ اللي هي لتكون يعني هيك، هاي الفورس، هايها هاي الفورس. اذا هاي 30، هاي قديش؟ كملت 90، 60 درجه. عندك خيارين، عندك خيارين، اما بتروح بتحكي اي اكس، اما انك بتروح تحكي اي اكس. هاي خلصناها، ايش بتعمل؟ بدك تحللها على الاكس وعلى الواي، صح؟ طيب على الاكس رح تتحلل للسالب، وعلى الواي رح تتحلل برضه للسالب. اما انك تروح تحكي ماينس بي، هاي خلينا نسميها بي ستار، ليش سميتها بي واي انا؟ بي خلص بي. اما انك تروح بتحكي بي اكس في كوساين ال 60 اللي هي المتممه هاي كامله، او بتحكي انها بساين 30. نفس المبدا، نفس المبدا، ماشي. بس انت بما انها هاي 30 واصلا الفورس بعيده، فانت بدك شيء ملامس لها، صح؟ كملها للايش؟ لل 90 درجه. اما انك ساين 30 على الاكس او كوساين ال 60، بيعطيك نص. تمام، ضل عندنا شيء؟ ما ضلش عندنا شيء. يساوي صفر، يعني ماينس اي اكس ماينس بي اكس، تمام، في ساين ال 30 او بدك تاخذها كوساين ال 60، انت براحتك، ماشي. هاي ايش؟ هاي معادله رقم واحد، معادله مجهولين ما بقدرش احلها. طيب شو عندك بعدين؟ مجموع القوى على الواي تساوي صفر. اسالك بالله تركز، اول شيء بلشت في اللي حللناه، شو اللي حللناه؟ عندك ماينس بي واي في ساين في كوساين، اسف، في كوساين 30. تمام؟ تمام، امورك طيبه. حلو، شو ضل عليك؟ في عندك الاي واي زائد اي واي. شو ضل عليك؟
طال عندك ديستريبيوتد لود. الديستريبيوتد لود هذا شكل بعرف اتعامل معه ولا بعرفش اتعامل معه؟ بعرف اتعامل معه. التكامل هو نفسه الاريا، هو نفسه الاف اللي بدي اياها. طيب بما انه مثلث نص، القاعده شو القاعده؟ اللي هي واحد ونص في الارتفاع. هل هو معطيك الارتفاع؟ طبعا هي معطيك اياه هون 80 نيوتن. ف80 نص في واحد ونص في 80، استنى هاي نحسبها، نص ضرب واحد ونص ضرب 80 هيعطيك 60. وانا ما بلزمك اللوكيشن، ولو بلزمك يعني دائما خلاص، احنا حتى لو ما بلزمني طلع، بالله عليك طلع. ليش؟ لانه احنا متفقين ديستريبيوتد لود مباشره، بعد ما طلع ديستريبيوتد بلزمني اللوكيشن اكس بار، بدي احسبها نسبه للنقطه هاي بالنسبه للقاعده، يعني 2 على 3 في 1 ونص. شو راح يكون الوضع عندي؟ كالتالي 2 على 3 ضرب 1 ونص، الجواب 1، اكس بار ايكوال 1. يعني الفورس راح تيجي هون، هي راح احطها اكبرها، المسافه 1، المسافه نص، وخلصت من ديستريبيوتد لود، عوضت عنه بفورس واحده، والفورس مقدارها 60. يلا ارجع لي ماينس 60 لانه لتحت، اللي هي ناتجه عن ديستريبيوتد لود، اوكي؟ ماينس 60، شو ضل عندي؟ 60 اللي عملناها ديستريبيوتد لود، والاي واي والبي اللي عملناها، خلص خلصنا. يلا شو ضل عندك؟ شو ضل عندك تسوي؟ طبعا هاي معادله رقم 2، طبعا هاي يساوي صفر وهاي يساوي صفر. تحكي لي طيب عندك معادلتين وهون المجهول غير مختلف من هون، مش راح اعرف احلهم. يعني هون عندك كم مجهول؟ عندك معادلتين بي واي واي واي، هون اي اكس وبي اكس، لو انهم متشابهات بحلهم بالحذف والتعويض. تقول لي مش راضي الحل، بقول لك لسه ضل عندك معادله راح تحل لك اياهم. المومنت، اختار النقطه اللي بدك اياها، حكيت لك دائما اختار النقطه بذكاء، اكثر نقطه عليها فورس اختارها عشان ينشطوا ما يعملوا لي المومنت. عند النقطة A يساوي صفر. يلا ايش؟ طبعا هاي عامل الفريبا ديجرام هو هون. طيب خلينا نبلش. ال اي واي بتعمل ليش مومنت، ال اي اكس بتعمل ليش مومنت، شو اللي مالي مومنت؟ تعال نشوف، في عندي مومنت جاهز اول شيء اوعى انساه، عكس مع عقارب الساعة يعني ماينس 90، اوعى ننساه. في عندك ال 60، ال 60 ماشي مع عقارب الساعة ماينس 60، في المسافة الاكس بار اللي طلعتها اللي هي 1، شايفين شو بتهمني الاكس بار؟ خلصنا هذا الجزء، شو ضل عندي؟ ضل عندي الان اللي انا سميتها اصلا بي، انا سميتها بي. هلا احنا حللنا، بامكانك بعد ما تحلل تاخذ، يعني حللناها كيف احنا حللناها؟ حللناها هيك وحللناها هيك، مظبوط؟ بامكانك تروح تطلع عن طريق فيثاغورس المسافة العمودية، تمام؟ بس ليش الغلبة؟ هو معطيك ايش معطيك؟ معطيك المسافة العمودية مع الفورس كلها، ما فيش داعي تروح تحللها في المومنت. يعني راح تروح تحكي ان بي اللي احنا سميناها بي فوق، ماشي كيف ماشي عكس عقارب الساعه، زائد بي الفورس في ايش؟ في المسافه العموديه اللي هي 1.75. الطالب الغلباوي اللي راح حلل، حللنا صح؟ اللي راح اخذ قيمه التحليل هاي، وقيمه التحليل هاي اللي هو بي بالاكس في ساين ال 30 وبي اكس في كوساين ال 30 في المسافه العموديه، بدي المسافه العموديه هاي انا، وبدي المسافه العموديه هاي، بدي اروح اشتغل عن طريق فيثاغورس، بروح بحكي كوساين ال 30 نفس محاضرة المومنت، كوساين ال 30 المجاور على الوتر، معاي الوتر بجيب المجاور، بعدين ساين ال 30 المقابل على الوتر، معاي الوتر بدي المجاور وبحسب، بس هيك احسن، معاي المسافة العمودية للفورس نفسها. فخلص يلا يساوي صفر. عندك معادلة في مجهول صح؟ هاي المعادلة في مجهول بتحلل لك اياها، تطلع معك البي تساوي 200. يلا ارجع عوض لي في المعادلات اللي عندك. ايش المعادلات اللي عندك؟ اللهم صل على سيدنا محمد. بدنا نعوض، يلا اني المعادله راح تحل لي اياها. خلينا نبلش في الاكس، معادله الاكس اكس هي هاي معادله رقم 1، هاتها ماينس اي اكس ماينس بي اكس ماينس بي اكس، قديش البي؟ 200، يعني ماينس 200 في ساين ال 30 يساوي صفر. معادلة مجهول، فالـ AX راح تطلع عندك، زيتها على الجهة الثانية، فالـ AX راح تطلع عندي ماينس 100. أيوة طلع معي ماينس 100، بحكي لك لا تخاف، حلك صح، هيجاوب 100، حلك صح، بس أنت عندك إشي واحد غلط، شو الغلط؟ فرضك غلط، بتروح تشطب السالب وبترجع لي على الشكل الأصلي. AX كيف فرضناها؟ بهالاتجاه صح؟ بتشطبها وبتحطها بهالاتجاه. هيك بصير فرضك صح، جوابك صح. شفت السهولة؟ بتعمدت إني أحط الفرض غلط أنا. يلا
طلعنا الاي اكس، شو ضل عندك تطلع الاي واي؟ بدنا نمسك المعادله هاي هسه اللي بالاصفر، معادله رقم 2 هاتها. شو عندك معادله رقم 2؟ ماينس بي واي بكوساين 30، يعني ماينس بي 2 في كوساين 30 ماشي، زائد اي واي حلو ماينس 60 يساوي صفر. فبتطلع عندك الاي واي هاي نفس الشيء اللي كتبناه 233. سهل، ما بده اي شيء، بس اعرف الرياكشن على البيم والسموث وتعرف تحلل وخلص. الله بارك. يلا طبعا كنت اشارك السلايدات مره ثانيه بس خرفت قطع التصوير، فهذا برضه سؤال السلايدات. خلينا ماشي على الكتاب. انا اللي بدي اوصل فكره السلايدات اني بس اكتب الملخص اللي كتبته والكتب خلاص الحمد لله. يلا بيحكي لك عندك ذا بوكس هذا الشكل ماشي، بيحكي لك بولت يعني ممسوك من عند يعني مثبت بالنقطه A هون، مثبت بالنقطه A، يعني واضح انه زي الحيط ومثبت بالنقطه A تمام. بما انه مثبت هون يعني هذا كانه فيكست، احنا متفقين شو شكل الفيكست، هيو هاي شكل الفيكست صح تمام. فهذا هيو هاي فيكست. طيب الفيكست شو عليه؟ مباشره الفيكست شو عليه بيكون يا جماعه متفقين، في عندك فورس على الاكس وعندك فورس على الواي اي واي، وفي عندك مومنت ها اي على الاكس، في عندك اي على الواي. حر انا الكتاب فرض على فوق انا فرض على تحت، انا حر اخر شيء ببين معي اذا فرضي غلط بعكسه، وعندي مومنت المومنت كمان فرضه هيك انا فرضه عكسه جكر خلص حر انا ها عادي براحتك. عشان ابين لك انه خليك انت بسيط بالامور هاي، انا فرضته عكس الكتاب تماما يعني انسى لي الحكي اللي هون كامل. اختصر زي الكتاب افرض، انا بالعمل بحاول افرض غلط عكس الكتاب عشان افرجيك للطالب اللي افرض غلط ما يتوتر عادي بس بغير الاشاره. ايش بيحكي لي كمان؟ اصلا عشان ابين لك انه هذا فيكس شو بيحكي لي؟ does not يعني هو اصلا مبين انه فيكس من شكله، لو كملت قراءه السؤال راح يبين لك. does not turn when the load يعني ما عنده ولا اي شيء بيطبقه. does not turn when the load يعني بيمنعك انك تطبق لود. حكينا لما يمنعك انه تطبق لود ففي عندك فورس على الاكس وفورس على الواي ومومنت. حلو. applied handle انه مطبقه على هذه الماسوره. determine the torque or moment. التورشن ايش حكينا؟ التورشن او الروتيشن كلهم بيدلوا على انه مومنت اللي هو الدوران. اوكي مومنت applied the bolt هذا الشكل اسمه bolt and the force on the wrench on the bolt. اوكي يلا طبقنا رسمنا الفري بديجرام. يلا مجموع القوى على الاكس تساوي صفر. شو في عندك على الاكس؟ على الاكس في عندك اي اكس هايها، في عندك 52 هاي بدها تحليل. رح تتحلل كيف؟ حتتحلل كالتالي هيك حتتحلل هيك 52 في 5 على 12 5 على 13 سوري بس بالناقص هيها، زائد في عندك هتحلل هتحلل هيك هتحلل هيك 30 في كوساين 60 هيها تساوي صفر. الاكس حطلعت معك 5 طلعت معك موجب يعني فرضك صح ماشي. بالنسبه للاي واي عندك اي واي طبعا هو ليش حطها موجب انه فرضها لتحت؟ احنا فرضينها هو فرضها لفوق، احنا فرضينها لتحت خلينا نحط سالب بس بنرجع بنشيله ماينس اي واي. في عندك كمان ماينس 52 في 12 على 13 ماشي، في 12 على 13 وفي عندك ماينس 30 في ساين 30 في ساين 60 انا اسف تساوي صفر. فالاي واي طلعت معنا قديش؟ ماينس 74.7 74. حلو فرضي غلط اروح كل ما علي اروح اشطر السالب اللي هون وبحكي له اي واي تساوي 74. اما اني بعمل له اتجاه زي هيك بدل ما اروح اعدله على الرسمه، او بروح على الرسمه بشطب الاي واي وبعملها هيك. بس انا بفضل انسى شيل السالب وحط له جنب الرقم سهم لفوق انك عدلت الاتجاه بس. شفتوا ما ابسطها؟ يلا خذ المومنت عند اي نقطه، اي نقطه بدك اياها بدك تاخذها هون خذها، تاخذها هون خذها. بس احنا متفقين دائما اسهل لك تاخذها عند نقطه عليها فورس كثير. ليش؟ عشان تخلص منهم ما يعملوا لك مومنت تقعد تحفي المسافه العموديه. خذ عند النقطه اي، عند النقطه اي في عندي تو فورس ما بيعملوا المومنت اي اكس واي واي لانهم ضاربين في النقطه، بس في عندي مومنت جاهز المومنت ستار سميناه. كيف انا فرضته؟ انا فرضته مع عقارب الساعه فبدي احطه سالب جكر بدي اشوف اذا شو فرضي غلط بعكسه. يلا شو في عندك كمان بيعمل لك مومنت؟ هذه الفورس ما بتعمل لك مومنت انا بطلب في النقطه اي، فمع السلامه. اللي بتعمل لك مومنت اللي هي 52 في
12 على 13 تملك مومنت مع عقارب الساعة ناقص 52 في 12 على 13 في المسافة العمودية اللي هي إيش؟ 0.3. ليش 0.3؟ هم يعطيك إياها 300 مليمتر، حولها لمتر، بدك تشتغلها في المليمتر أنت حر، حولها لمتر ضربها بألف يعني تطلع 0.3 متر. هيها حلو ماينس، ليش؟ لأنه مع عقارب الساعة، هاي ما بتعمل لي مومنت، ليش؟ لأنه امتدادها بضرب في النقطة A، بس هاي اللي بتعمل لي مومنت اللي هي 30 في ساين 60 في المسافة العمودية اللي هي 0.7 حولتها لمتر تساوي صفر، تطلع عندك المومنت هالقد، احنا طلع معنا سالب، ليش؟ إنه فرضينه سالب، فرضينه مع عقارب الساعة، هو فرضه عكس عقارب الساعة، كل ما علي أروح أشطب السالب وأقول له المومنت عند النقطة A تساوي 32.6 نيوتن لمتر، اللي حل بالنسبة للمليمتر راح يكون نيوتن لكل مليمتر يعني عادي ماشي، وباجي بعمل له إيش؟ طلعت معي سالب بس أنا فرضي غلط، شو باجي بعمل له؟ بقول له إنه أنا إيش كان فرضي؟ كان فرضي مع عقارب الساعة، بقول له لا اللي هو فرضي عكس عقارب الساعة، بعمل له هيك سهم بس، شايفين؟ أو برجع على الرسمة بشطب وبعدل الاتجاه هاي المومنت عند النقطة، أو عدله على الاتجاه وعدله على الرقم عشان يفرجيك إنك أنت فاهم. خلصنا، إذا بده المحصلة بتطلع له إياها، عندك إكس وعندك واي تحت الجذر عادي، طلع راح حسب المومنت عند النقطة سي، يعني هاي طريقة تانية حيطلع معك المجال نفس الشيء، فاشتغل زي ما بدك. شوفي عندك كمان، يلا هالسؤال، هالسؤال برضه سؤال سلايدات مليان في أسئلة، يعني تشاطر فرد خلص هسه حل أسئلة، شوفوا حل أسئلة هسه فعلا حسب الثري دي ما راح يكون معنا، راح نعمل له سكيب ونروح على البروبلم، نروح على البروبلم. يلا هالسؤال شو بيحكي لي؟ يعني بحاول نحل كل اكزامبل السؤال بحيث انك تكون فاهم كامل كل اكزامبل الكتاب. يلا بسم الله، شو بيحكي لي هون؟ Determine the horizontal and vertical component of reaction. صرت سؤال واحدة reaction خلاص، ولو ما حكى لك reaction انت شايف بين رولر on the member at the pin A and the normal reaction at the ruler B. حكي لك انه في عند النقطة A B بين وعند النقطة B رولر. هسا امتحاننا صراحة احنا الفصل الماضي ما كان يحكي لنا انه في هون بين وهون رولر لحالة انك تعرف، بس يعني بكون واضح، يعني واضح زي الشمس. ايش حكينا؟ في مثلث، فهذا ايش؟ هذا بين. ثم يحكي لي دائرة سطح، هذا رولر، شايفين؟ واضح واضح وضوح الشمس. يلا طبق لي الرياكشن على البين، شو بيكون عندنا؟ عندنا اي واي وعندنا اي اكس، مجاهيل على الرولر، مش رح تحط لي اياها هيك، اوعك بالله عليك، قلت لك عمودية عليها، عمودية على السطح، عمودية على السيرفس، بيربنديكولر ات سيرفس، ها عمودية على السطح، هاي بي واي. يلا كل ما عليك تحلل وتطبق المعادلات. طبعا هون هي راسم اللي في البديجرام، هو فاموره ممتازه. طبعا بدي اقول لك كمان شغله، بالسؤال كان معطيك ثيتا، ليش مش معطيك الثيتا؟ المفروض يعطيك اياها هون، لازم تكون موجوده الثيتا. ثواني ما اعطيني اياها بالسؤال ولا لا. All support removed and so that في البديجرام is shown. هيا انا مغطي عليها وبحكي مش معطيني اياها، لا بحكي لازم يكون معطيك ثيتا، معطيك هالثيتا 30 درجة. ماشي هسه نشوف شو موضوع الثيتا، هسه نشوف شو موضوع الثيتا. بدك تكون برضو يعني هيك نشيط، او يعني انه امورك طيبة فيه. كوساين ال 30 او كوساين ال 60 وساين ال 30 هم نفس بعض نص، بدك تكون انت نشيط سواء اخذتها او اخذتها امورك طيبة، بدك تعرف كيف تحلل. يلا بسم الله نبلش حبة حبة. طبعا هو بلش في المومنت، ليش؟ لانه اكيد هو عارف انه راح يكون عنده مجهولين ما راح يعرف يحل، بس انت خليك ماشي على البروسيجر تبعي، يعني خطوه رقم واحد، خطوه رقم اثنين، خطوه رقم ثلاث، معادله رقم ثلاث. يلا بلش مجموع القوى على اكس. شوفي عندك، في عندك اكس في الاتجاه الموجب، هايها في عندك كمان ايش؟ بس لا تتحلل، هاي لازم تتحلل. ايش سميناها؟ كان نسميها بي، بس كان نسميها بي. بدك تحللها، كيف بدك تحللها؟ هاي هي هيك راح تتحلل على الاكس، هتحلل على الواي. حلو ممتاز ممتاز ممتاز. عندك خيارين، عندك خيارين، اما انك تاخذ، يعني زي ما حكينا زي ما عملنا قبل شوي، بتاخذ المتممه وبتاخذ كوساين 60، يعني اما انك على الاكس تاخذ المتممه على هاي 30 قديش ضل 60 درجه ماشي، اما انك تاخذ للاكس كوساين 60 وللواي كوساين 30، أو
تشتغل العكس. كيف يعني العكس؟ ساين الثلاثين وكوساين الثلاثين، ماشي؟ يعني انت تكون امورك طيبة في هذا الموضوع براحتك. هل هون ايش اخذ؟ اخذ ساين الثلاثين مع الاكس، اخذ ساين الثلاثين. طيب ساين الثلاثين ماشي، لو انا اجيت اخذت ايش؟ انه هو اخذ ساين الثلاثين ماشي، وعلى الواي شو اخذ؟ اخذ كوساين الثلاثين، تمام؟ طيب احنا عارفين شو؟ انه ساين الثلاثين هو نص. طب لو انا اجيت اخذت المتممة واخذت مع الاكس كوساين الستين، ما هي نفسها نص، وباخذ مع الواي كوساين الثلاثين. فانت بدك تكون يعني عادي، يعني هيك روحك رياضية في هذا الموضوع، بدك تاخذ ساين الثلاثين هي نفسها نص، بدك تكملها للتسعين وتخليها مائلة مع محور الاكس، يعني هاي 30 بدك تخليها مائلة مع محور الاكس 60 وتاخذها كوساين 60، ما في عندك مشكلة، ماشي؟ يلا اللهم صل على سيدنا محمد. يلا نكمل. في عندك اي اكس ماينس ماينس ايش؟ في عندك اللي هي الفورس هاي، اللي هي طبعا هو طلع قيمتها. طيب انا بدي احل من الاول، لانه هون هو الحاله الشيء قبل شيء، مجموع القوى على الاكس يساوي صفر عشان ما تتخبطوش. في عندك اي اكس ماينس البي اللي هي العموديه في ساين ال 30، بدك تاخذها كوساين ال 30 بكوساين ال 60، انت حر. كوساين ال 60 وساين ال 60 نفس المبدا، انا اخذتها هون ساين ال 30، بدك تاخذها كوساين ال 60، انت عادي كملتها للمتممه يعني تساوي صفر. هي معادله رقم واحد، فيها مجرورين ما بقدرش احلها. مجموع القوى على الواي تساوي صفر. شو في عندك على الواي؟ ارجع، في عندك على الواي اول شيء، ها على الواي في عندك بي في كوساين 30، حلو. ايش في عندك كمان؟ في عندك ماينس 750، حلو. وفي عندك زائد اي واي يساوي صفر. هاي معادله رقم 2، ولا معادله حليتها. فبروح بلجأ للمومنت، هو بلش مباشره في المومنت، فبدك تبلش في المومنت. بلش سميشن للمومنت عند النقطه اي. ليش عند النقطه اي؟ لانه عليها اكثر فورس، واكثر فورس عندي يا بنشطب ما بيعمل لي مومنت. يعني هاي ما راح تعمل لي مومنت، هاي ما راح تعمل لي مومنت. لو اخذت عند النقطة هاي مثلا راح يكون هاي تعمل لي مومنت، بس هاي لا ما بتضرب فيها. بس انت لو صيح راسك اكثر قوة، اكثر نقطة عندها فورس، قول مع السلامة اشطبها، اشطب الفورس اللي عندها. يلا 750 ماشي، كيف مع عقارب الساعة؟ 750 في 3 يعني ماينس 750 في 3، اوكي. شو في عندك كمان؟ في عندك اللهم صل على سيدنا محمد، انا حللت هاي التو فورس مزبوط. هسا قبل شوي، قبل شوي كان هاي السؤال هاد كان نفس الفكرة، بس ما رحت حللت عشان أطلع المومنت، خلاص كان معطيني المسافة العمودية جاهزة، بس هو مش معطيني المسافة العمودية جاهزة، فأنا راح أشتغل على التحليل اللي أنا حللته. وفوق لو إنك اشتغلت على التحليل وأخذت المسافات العمودية، بدك تشتغل عن طريق قانون الكوساين، وتر ووتر ومجاور ومقابل، حكيت لك إياه قبل شوي. يلا هاي شو هي هاي؟ اللي هي بي واي، كيف ماشية؟ عكس عقارب الساعة، زائد بي واي في المسافة العمودية، المسافة العمودية اللي هي هاي كلها اللي هي 6، حلو. وهاي مع عقارب الساعة ماينس بي اكس في المسافة العمودية. شو المسافة العمودية؟ اللهم صل على سيدنا محمد. المسافة العمودية اللي هي امشي زي هيك، المسافة هاي اللي هي 2 يساوي صفر. طبعا شيل البي واي شيل البي اكس، ليش؟ لانه انا بشتغل فيها كمسمى، كمسمى الان بي، انا سميتها بي، فانت بتطلعها هسه براحتك، حلو. فهسه شو راح تطلع؟ هي قيمه الفورس بي، ماشي؟ قيمه الفورس بي. طيب نعم، ممتاز ممتاز امورنا طيبه، لانه هي الفورس بي نفس القيمه، بس ايش اللي بيختلف عندي؟ اللي هو كوساين او ساين، او ساين 30 وكوساين 30، هذا اللي فرق عندي. فانا بطلع قيمه البي وخلص. يلا راح تطلع عندك القيمة، خلينا نشوف قديش طلعت معها، هي نفس الحل تبعنا، حتطلع معها 536، 536.2، حلو. وفرضي صح، فرضي صح لفوق طلعت معي موجب، شو طلع عليك؟ تروح تعوض. يلا يلا عندك الـ AX ماينس الـ B اللي هي 536.2 في ساين الـ 30 تساوي صفر، فالـ AX حتطلع عندك 206.80. وفي عندك يلا البي في كوساين ال 30، يعني 536 في كوساين 30 ماينس 750 زائد الاي واي، فبطلع عندك قيمه الاي واي تساوي 286.80 بهالبساطه. بس حط معادلاتك، حلل، طلع المومنت،
وطلع لي المجاهيل باستخدام الآلة الحاسبة. يعني هسه بحل جواب نهائي لأنه قدامنا بس بالامتحان، بس بتدخل المعادلة على الآلة الحاسبة، يعني بعد ما تطلع البي بتروح على الآلة الحاسبة، عوض صلى الله بارك، عوض صلى الله بارك، ماشي. ايش في عندنا كمان؟ هذا السؤال يعني شوفوه صراحة بس احنا ما مر علينا، ما اخذنا. شوفوه هسه ال 3D اظن، خليني اشوف اذا ال 3D، عشان هذا السؤال نفس اللي اخذناه. في عندك فيكست؟ حلوه، يعني نروح نلحق نحل بروبلم. حلوه، في عندك فيكست، الفيكست في عليها على الاكس، في عليها على الواي، في عليها مومنت، ماشي. بعدها بنفس الطريقه، بنفس الطريقه، ولا تنسى انك هون نفس ما كنا نشتغل قبل ممكن تحتاجها، معك زاويه وبدك هذا الضلع او الضلع اللي فوق، معك قانون الساين وقانون الكوساين. الساين اللي هو ايش؟ المقابل على الوتر، ماشي. ومعك الوتر تقدر تطلع هاي القيمه، واذا بد المقابل على الوتر، وهون المجاور على الوتر. فاذا بدك المجاور تستخدم، اذا بدك تطلع هاي تستخدم هذا، اذا بدك تطلع هاي تستخدم هذا. هذا الحكي اخذناه زمان طبعا، فعشان ضلكم متذكرين. حلو، نفس الافكار اللي اخذناها. ال 2 اند 3 فورس ممبر اللي هو هون برضه ما اي بروبلم، يلا على بروبلم. بسم الله، شو بحكي لك بالبروبلم؟ كالتالي: draw the free body diagram of each object. يعني ما بده اياك تطلع له الرياكشن، بس ترسل له الفري بودي دايجرام، بس بده اياك تطلع له فري بودي دايجرام. بس احنا بدنا نكون احسن منه، بدنا نخلي السؤال كامل بالتفصيل. يعني هون ايش في عندك؟ هذه بين، حكينا المثلث، هذه بين. البين في عندك اي اكس اي واي، مش مطلوب منك تطلع. وهون في عندك بين اي اكس اكس اي واي، ما بده اياك تطلع الرياكشن، بس ارسم له في بدي جرام. هسه عمله زي هيك، حلل وارسم له في بدي جرام. هون راح يكون في عندك اي واي، وهون اي اكس، وهون في عندك 500، وهون في عندك اي اكس، في عندك اي واي، وهي راح تتحلل. كيف راح تتحلل؟ كالتالي: اللهم صل على سيدنا محمد. اصلا هي الاي اكس هيها راح تتحلل 5 على 4، خلص ترسم له في بدي جرام، خلصنا. تمام، خلينا نشوف هذا السؤال. فرع بي، يلا شو بده؟ نفس المبدا، ارسم له في بدي جرام. اول خطوه خليني اشوف، في عندي بين صح؟ البين شو عليه؟ اي اكس، بعدين صرت اخربط، اي واي، اي اكس، وهذا ايش؟ دائره رولر عموديه عليه، فهي ايش راح تكون يا معلم؟ بي اكس. يعني عادي عادي الرولر يكون عليه بي اكس عادي، ترى حكيت لك هي عموديه عليه، سواء على الاكس او على الواي عموديه عليه، كلام واضح. يلا هسه بدي ارسم في بدي جرام، كل ما علي هيو هيو صح؟ شو عليه؟ عليه قوة اسمها بي اكس. هون في عندي هون مومنت 600 نيوتن متر بهالاتجاه، مومنت جاهز. في عندي اي اكس، في عندي اي واي، اللي بده الحل كامل. طبعا هيك انتهى الحل، بس هذا اضافي من عندي. مجموع القوة على الاكس تساوي صفر. في عندك على الاكس، في عندك اي اكس بلس بي اكس تساوي صفر، معادلة في مجهولين، هاي معادلة رقم واحد. مجموع القوى على الواي ايكوال زيرو. شوف في عندك على الواي، عندك الاي واي فيش غيرها، فهي تساوي صفر، خلصنا. مجموع المومنت عند اي نقطة، خلينا ناخذها عند النقطة عليها اكثر فورس، عند النقطة اي يساوي زيرو. شو يعني عندك؟ في عندك مومنت جاهز مع عقارب الساعة ماينس 600، في عندك هاي التملي مومنت البي اكس عكس مع عكس عقارب الساعة زائد بي اكس في المسافة العمودية اللي هي هذا الطول، قديش؟ 3 يساوي صفر. فالبي اكس هتطلع عندك، نرمي 600 على الجهه الثانيه نقسم على 3 بتعطيك 200. ففرضنا صح، ارجع عوض في المعادله رقم 1، اي اكس زائد 200 تساوي صفر. فالاي اكس تساوي قديش؟ ماينس 200. يعني فرضنا غلط، كل ما علي اشطب السالب واقول له انه بهذا الاتجاه، او بشطبها هون وبروح بعمل له اي اكس. شايفين انتهى السؤال، دقيقه ما خدش. ايش في كمان؟ حلوا لي هذا السؤال ضروري. هوم وورك كامل حلو زي ما انا حليته، ترسم في بدي جرام وبتطلع الرياكشن. طبعا هذا فيكست، هذا فيكست. بالنسبه للديستريبيوتد لود عندك كم مثلثين؟ شو تعملهم زي هيك، مثلث رقم واحد، مثلث رقم اثنين. عفوا، المثلث رقم واحد نص القاعده اللي هي اثنين في الارتفاع اللي هو 200، اف اثنين نفس الطريقه نص في القاعدة 2 في ارتفاع 200، وبتطلع اللوكيشن اللي هو تلتين من القاعدة تلتين من الارتفاع، وبتحسب المومنت وبتحسب الرياكشن. خلينا نحل هذا السؤال احنا سوا.
هاي هذا السؤال خلينا نحله، خلينا نحله. طبعا هذا برضو سهل نفس السؤال اللي فوق، خلينا نحل هذا. يعني انتم حل، انا بدي احل لكم سؤال في استوديو جديد وانتم حلوا السؤال هذا. يلا نحل فرع سي. فرع سي شو بدنا نعمل فيه؟ كالتالي. فرع سي شو اللي بدنا نعمله؟ كالتالي. اللهم صل على سيدنا محمد. بس بدي اخذ صفحة فاضية سريع السريع، صفحة فاضية. يلا هو بقى كان ايش كان رقمه؟ كان رقمه problem C. راح نحله هذا السؤال يعني اضافي، هو بس بدنا اللي فيه بدنا جرام. B C 5.1. يلا نقول بسم الله، نقول بسم الله. عندك هالشكل، عندك هالشكل. خلينا بس ارسمه سريعا. في عندك بيم، وفي عندك distributed load على شكل مثلث. اوكي، يعطيك 400 الارتفاع، نيوتن كل متر، ويعطيك المسافة 3 في 3 وفي رولر بالنص. هنا 3 وهنا 3 وهنا في عندك رولر، صح؟ امورك ممتازة. وهاي النقطة ايه؟ اول خطوة نحله كامل. يعني مطلوب زيادة، هو بس بده ارسم له في بديجرام. اول خطوة في عندك رولر، رولر عمودي عليه، فهذه اي واي. خلصنا. شو علي هسه اعمل؟ علي اعمل كالتالي. شو اللي راح اسوي؟ اروح احكي مجموع القوى على الاكس. طبعا اللي بيرسم الفري بديجرام هسه برسم لك اياها. ايوه، راح يكون في عندك هاي النقطة اي، في عندك فورس عليها اي واي، وفي عندك ديستريبيوتد لود. ديستريبيوتد لود كيف راح نحله؟ خلينا نحله على السريع بدل ما افصل لكم اياه. اللي هو نص القاعده اللي هي 6 في ارتفاع اللي هو 400. طيب نص في 6 3، 3 في 400 يعني يساوي 700. طيب بالنسبه للوكيشن راح يكون بدي اياه انا من هون. خلينا نفرض اللي هي القاعده يعني 2 على 3 في 6 12 على 3 الاكس بار تساوي 4. يعني بيجي هون هو هاي المسافه 4، هاي المسافة 2. شايفين البساطة؟ هذا هو كان في فيكس ولا لا؟ كانش في فيكس. هذا هو ببساطة ببساطة ببساطة. يلا اللهم صل على رسول محمد. طيب شو ضل علينا؟ يلا هاي رسمت لكم في بديجرام للي بده، وهاي قيمتها كم؟ قيمتها 700. عارفين كيف جبناها هاي؟ خلص اخذناها من المحاضرة الماضية، اموركم طيبة. بالنسبة للوكيشن اخذتها من هون، لان بده ياخذها من هون. بيجي بيحكي x بار تساوي 1 على 3 في 6 قديش؟ تساوي 2. هاي انا فصلت معي هون عادي، بدك تاخذ هاي وتاخذ هاي انت براحتك. يلا مجموع القوى على x. شو في عندي على x؟ على x ما عندي ولا قوه، يعني يساوي 0، يعني fx تساوي 0 ما في عندي. مجموع القوى على الواي يكون 0. شو في عندي على الواي؟ في عندي ماينس 700. اذا انا هابد الارقام معلش، بس افهموا مني الفكره هون. ماينس 700 زائد اي واي شو ضل؟ ضلش يساوي صفر. فالاي واي شو تساوي؟ 700. سهل الحل، سهل الحل ما ضل. طيب برضه السؤال اللي حكيت لكم عنه حلوه هومورك، هات احل لكم اياه هي عشان تكون اموركم مطمنين. طبعا هنا بس بطلبك الفري بديجرام، بس احنا قاعدين بنضيف مطالب، لانه بالامتحان ما راح يقول لك بس الفري بديجرام عشان تكون بالصوره. هيو خلينا نرسم بشكل سريعا. هذا هو البروبلم 5.1 فرع اي، فرع اي. طيب كان في عندي فيكس حلو، وفي عندي كان هيك، كان في عندي بتذكر ايش مثلث زي هيك. حلو، احنا اجينا قسمنا المثلث بالنص، هذا فيه ديستريبيوتد لود اصلا. المسافه كلها 2 ب 2 كانت هنا 2 وهنا 2، وكان الارتفاع اللي معطيني اياه هون كم؟ اللي هو 200 نيوتن لكل متر. اوكي مباشرة اول خطوات عندي فيكس عليه اي اكس، عنده اي واي، عنده مومنت، فرضتهم. يلا يلا الموضوع كالتالي، اللي بده يرسم في بديجرام حاضرين. هاي فيكس، او ليش نرسم فيكس؟ خلصنا نعوض عنه بفورس. هاي الشكل اللي عندي. حلو، في عندك اي اكس، في عندك
AY في عندك إيش مومنت وفي عندك إيش ديستريبيوتد لود. ديستريبيوتد لود في عندك شكلين، شكل واحد شكل اثنين. F1 اللي هي نص القاعدة اللي هي اثنين، فالارتفاع اللي هو 200. طيب نص في اثنين واحد، واحد في 200 200. الإكس بار شو راح تكون؟ بتاخدها من هون أنا من قاعدة المثلث الأول، يعني 2 على 3 ضرب 2، 4 على 3 4 على 3 1.3. طيب F2 شو وضعها؟ أو خلينا ناخدها عشان نضل مجال نرسم هون. F2 شو وضعها؟ نص القاعدة اللي 2 في الارتفاع اللي هو 200، الجواب 200. ماشي. الاكس بار للثانية راح تكون، خلينا ناخذها من الارتفاع، من الارتفاع يعني عندي 1 على 3 في 2 يعني 2 على 3 يعني 0.6. طيب ممتاز، يلا نرسم. عندك اول فورس قيمتها 200، قيمتها 200، تبعد من هون لهون 1.3، ضل عندك قديش هون 1.3، وضل عندك قديش، وضل عندك يا سيدي العزيز كمالة الاثنين اللي هي 0.7. بعدين اجت عندك الفورس هاي تبعد مسافة اللي هي طلعت معانا 0.6، وضل عندك المسافة هاي اللي هي 1.4. عادي نفس اللي اخذناه المره الماضيه، اجمع المسافات كلهم لازم يعطيك 4. 1.3 0.7 2 0.6 1.4 2 اي 4. امورك ممتازه. يلا مجموع القوى على الاكس، شو في عندك؟ مجموع القوى على الاكس يساوي ايش؟ يساوي 0. طيب شو في عندنا قوى على الاكس؟ الاي اكس بس. فعندي الاي اكس تساوي 0. خلصنا. حلو يا جماعه. طيب شو في عندك؟ اللهم صل على سيدنا محمد. مجموع القوى على الاكس تساوي 0، مجموع القوى على الواي يكوال 0. شو في عندك على الواي؟ على الواي في عندك ماينس اي واي، في عندك هنا كمان 200، ماينس 200 وماينس 200 ماينس 400، ماينس 400 ماينس 400. شو كمان ضل عندي؟ اللهم صل على سيدنا محمد. الشكل الأساسي اوف، احنا نسينا نرسم انه في هنا، انا اسف، وانا في رولر ففي عندي هيك بي واي. زائد بي واي تساوي 0. معادلة المجهولين بقدرش احلها. مجموع المومنت عند النقطة الأكثر إيش عليها قوة. طيب اللي هي هاي، في عندي مومنت جاهز ماشي عكس عقارب الساعة، هاي المومنت عند النقطة A ستار. حلو، هدول ما بيعملوا لي مومنت. في عندك أول إشي، طب أنا عندي فكرة ليش ما نجمعهم؟ يعني مش هسا عندك أنت 200 و200 بنفس الاتجاه وهم أصلا عند نفس المثلث، فأنا بجمعهم فورس واحدة عادي. هم عكس عقارب الساعة، ماينس 400 بالمسافة العمودية أصلا موجودة في الشكل، يعني ما بيهمك اللوكيشن بهذا السؤال. قديش؟ 2 2 ماشي. زائد شو في عندك؟ البي واي لان مع عكس عقارب الساعه في المسافه العموديه اللي هي كلها اللي هي 4. اللي بدي احل طريقه اللوكيشن حيطلع معنا نفس الجواب بس هيك اسهل لك. يلا حتطلع معك اللهم صل على سيدنا محمد. شو راح يكون عندك؟ المومنت عند النقطه ايه ناقص 800 وبي واي، وهي كمان معادله اصلا عشان تكون الصوره. يعني هون السؤال فيه مطلوب ناقص، تحكي لي كيف بالكتاب فيه مطلوب ناقص؟ اصلا هذا الفرع من عندي زياده. الكتاب شو طالبك؟ الكتاب شو طالبك؟ درو في بديجرام بس ارسم له الشكل، يعني ما معك معطيات كافيه عشان تطلع كل المجاهيل. يعني هون لو نتفرج علينا، نتفرج عنا هذا في الصفر، عندي بهاي المعادله في عندي اي واي وبي واي، بهاي المعادله في عندي بي واي ومومنت، يعني عندي ثلاث معادلات. عندي معادلتين، سوري، في عندي معادلتين في ثلاث مجاهيل، فمعادلتين في ثلاث مجاهيل ما بتنحل. ماشي، فهذا بس سؤال ممارسه لكم. ماشي، كيف تعرف انت تحلل لما يكون عندك ديستريبيوتد لود؟ لانه اصلا مش مطلوب، يعني هذا فرع زياده. تمام، شو في عندنا كمان؟
هذا السؤال حلنا زيه كتير، حلو سهل يعني، نفس الأسئلة اللي حلناهم فوق. بدك تحلل وتطلع الرياكشن، في عندك هنا بين، في عندك AX AY سوري، في عندك AX، في عندك هنا رولر هاي BY، سهل. في عندك مومنت جاهز انتبه لها، ما بدوش اشي يعني، يعني سهل. هذا نفس السؤال اللي حلناه فوق. حلو، شو في عندك؟ اللهم صل على سيدنا محمد. نحل شو بدنا نحل؟ يعني نحل لنا سؤال. هاي هذا سؤال قوي، problem، خلينا نفسره. طبعا صدقا هاي الأسئلة ما في، يعني فيش داعي تتوسع فيها كثير. مجرد ما انت تعرف تحلل، مجرد ما انت تعرف تحسب المومنت، مجرد ما بتعرف تطلع الرياكشن، يعني هي معادلات بس تميز بين الفيكست والرولر والبين، خلصنا. يلا اول خطوه بعملها ديترماين ذا رياكشن. تتوترش انه عندك ديستريبيوتد لود رياكشن، بالله عليك تتوتر. عندك بين صح، البين عليه خلاص، صرنا نميز البين انه مثلث بي واي و اي اكس، عادي بفرض باي اتجاه حكيت لك، طلع موجب صح، طلع سالب اكس الفرض. رولر لانه دائره، هاي اي واي، ضل عندك شيء لا. طيب المعادلات بدك تطبقها، سميشن اف على اكس ايكوال 0. شو في عندك على اكس؟ فيش عندك غير الاي اكس صح، فالاي اكس إيكوال زيرو. يا سلام، يعني ما بتعمل إشي برا. مجموع القوى على الواي إيكوال زيرو. شو في عندك على الواي؟ في عندك يا سيدي العزيز أي واي، وفي عندك زاد بي واي، وفي عندك الليخة تبعت الديستريبيوتد. تعال نحلها بكل سهولة نفس ما تعلمنا المرة الماضية. في عندك شكل بعرف أتعامل معه، فبقسمه قسمين، صار في عندك مستطيل الشكل الأول، وفي عندك شكل ثاني اللي هو مثلث. مظبوط مظبوط. أف وان اللي هو المستطيل، كيف خلينا نطلعها؟ الطول بالعرض، الطول اللي العرض اللي هو 6 بالطول اللي هو 600، هيطلع 600 ضرب 6 3600. يا سلام. في عندك المثلث، المثلث اللي هو اف 2 نص القاعدة، شو وضعها؟ 3 في الارتفاع. اوعكم حدا يحكي 900، جد النزاع من بعض، حكيناها المرة الماضية 900 للشكل كامل. انا شو اللي بلزمني؟ اللي بلزمني بس اللي بالاخضر هذا ارتفاع هاد. طيب باجي بحكي 900 ناقص 600 300. حلو، واصلا لو جمعت الارتفاعين 300 زائد 600 حيعطيك التوتال 900. شفتوا البساطة؟ خدناها المرة الماضية. يعني انت حلو انك تراجع هذول المواضيع، يعني كله مرتبط ببعض. بحكي لك نص في 300 150، 150 في 300 450. حلو يلا. طبعا بالسالب بالنسبة للوكيشن، لما نحسب المومنت بنطلعه، أصلا هون فيش مومنت، فلا تحسب لوكيشن، ما بهمك المومنت هون لأنه ما عندكش فيكس. بما إنه ما عندك فيكس لا تطلع اللوكيشن، اللوكيشن خليه آخر إشي إذا احتجته في هيك نوع من الأسئلة. تمام، هون ما رح نحتاج. هسه بتشوف البي واي، في عندك ماينس اللي هي الأف واي، شو هي الأف واي؟ الأف واحد اللي هي ماينس 3600 ماينس قد إيه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. وينه؟ ماينس 450 يساوي صفر. هل حلت عندي السؤال؟ عشان اشوف بحاجه المومنت ولا بحاجه مش بحاجه. عندي معادله بس مجهولين، مجهول مجهولين، وهذه صفر، فلا بحاجه للمومنت. انا اسف اني حكيت مش بحاجه للمومنت. مجموع المومنت باخذه عند اكثر نقطه عليها فورس اللي هي النقطه بين تساوي صفر. هذول ما بيعملوا ليش مومنت. طلع عندي الاي واي، الاي واي بتعمل لي مومنت مع عقار الساعه، ماينس اي واي في المسافه اللي هي 6. شو ضل عندك؟ ضل عندك تو فورس، التو فورس اللي هو تبعون ديستريبيوتد لود. واحده راح تيجي هون بس ما نعرف شو هو الاكس بار لها، وواحده راح تيجي بالمنتصف بس ما نعرف شو هو الاكس بار لها. تمام يلا، الاف 1 الاكس بار لها اللي هي 6 على 3، 6 على 2 سوري، فهي 3، فراح تيجي بالضبط هون، هذه اف 1. بالنسبه لاف 2، اف 2 اخذتها من وين انا؟ من الارتفاع صح؟ الارتفاع اللي هو اكس بار تساوي ثلث القاعده اللي هو 3 في الارتفاع اللي هو قديش؟ 300 مظبوط؟ لا ليش احنا بنكتب القانون؟ انا اسف، ثلث في القاعده، فالجواب 1، فهاي على بعد 1، ضل من هون 2. ارجع احسب لي المسافات، 1 من هون زائد 2 3، وضل 3 6، هم التوتال 6. امورك طيبه. يلا هذه الاف 2، اف 2 شو قيمتها؟ 450 عكس عقارب مع عقارب الساعة، ماينس 450 في اكس بار اللي هي 1، والثانية
ماينس 3600 في المسافة العمودية اللي طلعناها اللي هي 3، تطلع معك المومنت. صراحة مش عارف، خلينا احسبه لانه هالسؤال مش عندي حله اصلا، وهي بحله اول مرة معكم. خلينا نحلها. في عندك ماينس اكس في المسافة العمودية اللي هي 6 ماينس 450 ماينس 3600 في المسافة اللي هي 3 equal 0. shift solve تطلع معاي الـ AY تساوي 1875 ماينس ماينس 1875. فرضي غلط بس بشطبه بروح على الـ AY بعملها زي هيك، اشطبها بعملها زي هيك، او عند السؤال نفسه. يلا ارجع عوض في هالمعادلة، باجي بحكي لك كالتالي. AY اللي هي كم قيمتها؟ ماينس. ليش ماينس؟ لأن هي صارت لتحت، فعوض الإشارة السالبة. مش روح تعمل لي ماينس الماينس، هيك بتعمل كارثة. أنت شلت الإشارة السالبة وعوضت في الاتجاه، لما تيجي تعوض مرة ثانية بدك تعوض من الاتجاه لتحت، يعني سالب. حلو؟ ماينس 1875، مش روح تعمل ماينس الماينس، جت كارثة. أنت بس شلت هذا الاتجاه وحطيت سهم، السهم يدل أنه ماينس. ماينس 1875 زائد البي واي ماينس 3600 ماينس 450 تساوي صفر، تحسبها هتطلع معاك كالتالي. ها ماينس 1875 زائد اكس ماينس 3600 ماينس 450 الفا. لا طيب مرة ثانية معلش، 1875 زائد اكس ناقص 3600 ناقص 450 ألفا يساوي 0. shift solve هتطلع معك الـ BY 5925. انتهى الحل. شو ضلعنا نحل؟ بدكم تشوفوا هذا، شوفوا هتستخدم نظرية الفيثاغورس أكيد، لأنه معك 3 وهاي واحد، فكديش هيدا تكون؟ احسبها على فيثاغورس. معك 3 معك هاي، بدك تحسبها على فيثاغورس. برضو هذا السؤال، يعني هاي افكار خلص بس ديستريبيوتد لود مع رياكشن. وديستريبيوتد لود ايش؟ احنا خلص صرت هات امورنا ايش مال فيها. طيب ان شاء الله، يعني فينا اتاكد من الاجابات بس على التليفون من الكتاب لحد ما اشوف لكم سؤال ثاني. شو في عندنا كمان؟ شو في عندنا؟ يعني اظن انه هيك احنا غطينا افكار التشابتر كامله بالتفصيل. التفصيل الممل ما ضلش، يعني اي شيء فيه زنبرك حكينا ما لناش دعوه فيه. بس والله هيك كافي، يعني اللي بيحل هاي الامثله وبفهمها، يعني حلينا من السلايدات وحلينا من الكتاب وحلينا بروبلم اهم شيء بس تتاكد تفهم، لانه لما يكون عندك ديستريبيوتد لود ويكون عندك ايش؟ رياكشن. إيه كم كان رقم السؤال؟ كان رقم هو بروبلم ومش فاندمنتال. 5 13 طلع معانا الأرقام. مش شايف صراحة، فين أفتح الكتاب مش مبين لأنه عندي. هاي 1.875 نفس الرقم اللي معنا، حوله بس لكي لأنه تقسمه على 1000. أوكي جوابنا صح 100%، خلص أمورنا طيبة. إذا كنت هابد بالأرقام يعني سامحونا بس جوابنا صح إن شاء الله. هسه شفته بالكتاب. شوفي كمان، شوفي كمان أظن خلص ما ضلش شابتر فرط، يعني أفكار هسه هيك أفكار مش معنا فعلا، إنه بس بهمك تعرف كيف تشتغل تسيبيت اللون وتطلع رياكشن في سؤال واحد كامل. هذا هو الشابتر كامل. هسه هون بلشت لك بال 3D، يعني كيف الرياكشن في 3D مش معنا. 3D احنا مش معنا، ايوه ما اخذناه ولا مره، يعني ما نذكر حتى ذكر، مجرد ذكر ما نذكر، فمش معنا. فما بعرف اذا مش معنا ابدا، يعني احنا بس لهناك كان منتهي الشابتر عندنا. فقلت لكم مش كل السكشنز راح ناخذه. هاي صورنا فيديوهين، فيديو لحسن الحظ برضه انه قطع، بحيث انه خلص يكونوا فيديوهين، فيديو حل اسئله، فيديو حل اسئله وشرح، وفيديو حل اسئله منفصل. هسه ان شاء الله بنجي المحاضره الجاي اخر شابتر، شابتر 6، وبرضه مش كله الداخل مواضيع، وبرضه جدا مهم، يعني بيعتمد على شابتر 5 كله بيعتمد على بعض. الله يستر اموركم ويفتح عليكم.
دعواتكم. السلام عليكم.